القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. سير دكتورة بدافع عن الوطن ودافع بتشيل حق العيادة. أنا بغيت غصيب أنا عبيطينة بقل يطلع لي الوطن غالب الوطن عزيز. بالعلم لفوني حماة الديار عليكم سلام. المشفى العسكري بحمص كان المحطة الوسطى بين الشهادة والانغراس في ثرى سوريا. المساعد أول محمد نديم ديب، المساعد أول حسن عبد الكريم علي، المساعد أول سامي أحمد سليم، المساعد أول عمار ناجح معروف. كانوا درع الوطن وأداروا ظهرهم لمن ظنوا أنهم أهلهم وذووهم، ولكن يد الغدر كانت رابضة لهم وضربت على حين غرة. من جسر الشغور حيث انفتق جرح سوريا إلى مشفى حمص العسكري ومنه إلى مدنهم وقراهم، شهداء من عناصر الجيش والقوى الأمنية اغتالتهم التنظيمات الإجرامية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم، وجرت للشهداء مراسم تشييع رسمية حيث حملت جثامينهم الطاهرة على الأكتاف ملفوفة بعلم الوطن، وعزفت موسيقى الجيش لحني الشهيد والوداع. دماء هؤلاء تؤكد أن ما تتعرض له سوريا يتطلب بذل المزيد من التضحيات والشهداء فداء للوطن وأبنائه، وحفاظا على روح التعايش والإخاء التي تشهدها سوريا. كما شيع أبناء حمص العدية جثمان الشهيد البطل المساعد أول سامي أحمد سليم الذي اغتالته التنظيمات الإجرامية المسلحة، وتمنى عدد من أقارب الشهيد البطل أن تثمر دماء الشهداء في حماية أمن الوطن وإيقاف الأعمال الإجرامية بحق أبنائه. نعم، ستسكن روحك جسدنا يا ابن الوطن. نعم أيها الكبير، ستبقى حبا في الذاكرة، ستبقى حيا وإن غفوت حاملا دماء العهد والواجب والوفاء لتراب الوطن. استشهد ابن عمنا على يد العصابات المسلحة المجرمة اللي خربت بهالبلد. نعزي كل اسر الشهداء، وهلق نحن ساوينا هلق صار عندنا نفس وإنا عين وقلبنا قوي، بنحط عيننا بعين ام اي شهيد، بعين ابن اي شهيد، اخو اي شهيد، صار عندنا شهيد. احنا بنفتخر انه قدمنا هالشهيد البلد، ومستعدين نقدم هلق ارواحنا واخواتنا وابهاتنا واماتنا. نعم، اعوامك الاربعون ستحمل تضحيتك الى السماء، لأنك أهديت ما تبقى من العمر عزة لأولادك الخمسة وكرامة لقريتك الحمرات في مدينة حمص، مدينة ابن الوليد. أبي راح شهيد فدا لها الوطن، نحن كلياتنا فدا لها الوطن. أنا بنته للشهيد، الله يرحمه، الله يجعل مزواه الجنة. أبوي رايح على الجنة، أبوي رايح فدا للوطن، ونحن كنا دمانا كلها فدا الوطن. الله يرحمه كلياته، الله يرحمك يا ابو احمد ويرحم شهداء الوطن كلياته، ونرفع راسنا احنا. بشهادتك يا سامي نزعت الخوف وزرعت الراحة، وبعدك سنرفع الابصار ونفرد الجبين، وسنعيد القول والملائكة تهمس بيننا: طوبى انك الشهيد في بلدي. وعند مواراة الشهيد البطل المساعد أول عمار ناجح معروف الثرى في حمص، أكد والده اعتزازه وفخره بولده الذي روى بدمه الطاهر مع رفاقه الشهداء تراب الوطن الغالي، وبذل روحه فداء لعزة وكرامة سوريا.
زال الموكب يسير والعرس يكبر والشمس ترافق نعش الشهيد، وفي كل شارع تسكب الورود وقافلة الوطن تسير ترحما عليك. عليك يا من لا فرق بين شهيد الوطن واسمك عمار معروف. الله يرحمه الله يرحمه، وخي أحلى شهيد أحلى شهيد هو ورفقاته. يكبر الشهيد البطل، والله يرحم الشهداء وشهداءنا كل غنينا شهداء الوطن والجيش العربي السوري، ونحن بنترحم على كل شهيد سقط في أرض هذا الوطن. خيي برفيقي عمار الله يرحمه ويسره ويسر له، ما بعرف شو بدك. الحمد لله الله يسر له الله يسر له الله يرحمه ويجعل مأواه الجنة. الحمد لله رب العالمين. هناك وفي قريتك أبو حكف الجنوبي تنتظرك من أردت أن تكمل الدرب ويدك بيدها، فاختارتك الشهادة وقالت: سلبتك الحبيب وأهديته الجنة، فسلاما فسلاما وطوبى لعمار حياته الأخرى. لا تحزني يا رفيقة الدرب، فالشهادة أسمى. يطلع لي الوطن غالد الوطن عزيز. أرادوا أن تنزف الدماء فزادك الدم قيمة، فبت أبا حنونا ومعلما حازما لأبناء الوطن. سلام وتحية يا صاحب الروح الرضية، هنا ستخلد جسدا وفي القلوب ستبقى حاضرا حيا. كذلك شيع أهالي جبل العرب الأشم جثمان الشهيد البطل رفعة الحكيم الذي قدم روحه في سبيل عزة الوطن وكرامته ووحدته الوطنية، فكان مثالا للتضحية والعطاء لتبقى راية الوطن عزيزة كريمة شامخة. ودعا أبناء محافظة السويداء إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة التي طالت حمى الديار والأمن والاستقرار، والوقوف بوجه الهجمة المعادية التي تتعرض لها سوريا، وإفشال ما يتم تدبيره من مؤامرات تستهدف النيل من صمود الوطن. شمسك يا بلادي لن تغيب طالما أن هناك طفلا يرضع، وشموخك لن ينحني، وعنفوانك سيبقى راية ترفرف فوق رؤوس كل من يعاديك طالما أن هناك شهيدا يروي بدمائه ترابك الطاهر. نحن منقول بس نحن بس نحن، من خلقنا من رضعنا ديد أمنا وكل الوطن، كل المحن أصابتنا بس نحن، ما سكننا ولا على الضيم نمنا، خلقنا سوا مع المجد مع العزي مع النخوي مع المهرة، هي كبرت ونكبر نحن ونغير وندق النفير، وغير للحق وحق الحق ما انطرحنا. خسوا أن ينالوا من حريتنا ومن كرامتنا، سنقدم الشهداء تل الشهداء، والله يرحم الشهداء جميعا. ها هي قرية بريكي في محافظة السويداء تزف شهيدا آخر من شبابها لينضم لركب الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم دفاعا عن عزة سوريا وكرامتها. إنه الشهيد الملازم رفعة لطف الحكيم الذي نذر نفسه للوطن وتحققت أمنيته بنيل شرف الشهادة. رفعة فدى الوطن وشهيد من الشهداء العظماء اللي ضحوا بأنفسهم كرامة الوطن، كرامتي ظل علم سوريا مرفوع فوق سوريا. عريس قدمنا فدى الوطن، عريس الله يرحمه ميت رحمي، شهيد الوطن ضحى بروحه ضحى بدمه كرمال الوطن، كان طالب الشهادة من صغره كان طالب الشهادة. عريس صار له 3 أشهر وراح عريس، هاي العرس الثاني لإله، راح فدى الوطن وفدى رفقاته وفدى الأم كلها. على هذا الطريق سار آخرون، وعليه ينتظر الكثيرون دورهم،
فمن أحق بالبقاء أكثر من الوطن. أنا شفت البكاء. وفي اللاذقية وارى أبناء المحافظة الثرى جثمان الشهيد البطل نظير حيدر حسين الذي كان يحلم بأن يستشهد على أرض الجولان السوري المحتل كما يقول ذووه، مؤكدين أن السوريين جميعا مؤمنون بالدفاع عن الوطن والتصدي لكل ما يهدد وحدته واستقراره. زغردي بفرحة يا أمي بالعلم لفوني. إنها سورية، إنه عشق التضحية لأجلها، من دفع أبناء ريف جبلة لتقديم أرواحهم أيضا فداء للوطن الكبير بعيدا عن قراهم. اليوم قرية المشيرفة في جبلة تشرفت بشهيدين اثنين، وصل الجثمان الطاهر لأحدهما وهو المساعد الأول نظير حيدر حسين، وصل اليوم لأحضان أهله وبانتظار الغد ليحمل معه جثمان الشهيد آصف حسن علي. ونحن أهل الشهيد والبلد كلياته وأقارب الشهيد كلهم جميعهم نقول نتمنى ألا تنتهي حياتنا إلا بالشهادة، لأن الشهادة عز كرامة حياة، نحن خلقنا لنحيا بالشهادة. رحمة الله وجميع الشهداء باتجاه الوطن، وابني ما هو شهيد، شهيد الوطن بكامل. الله يرحم جميع شهداء البلد. الشهيد نظير استشهد في معرة النعمان مع كوكبة من جنود الجيش العربي السوري في كمائن غادرة استهدفت أرواحهم وأمن بلدهم، فكانت زغاريد الاعتزاز من استقبلته وعبرات الأب والأم وحسرات الزوجة مع أطفالها الثلاث والذين عاهدوا أباهم أن يكون مسيرهم مسيرته الأبية، مسيرة حب الوطن والتضحية لأجله. وجوزي رح شهد كده الوطن وكده كل واحد ما يدافع عن هالوطن بشرف واخلاص وامان. انا بنت الشهيد، انا بنت الشهيد معي نظير حسين وابوي عجوان، نصير دكتوره، نصير دكتوره بدافع عن الوطن ودافع جرحى كلياته. تتبقى سوريا والناس اللي فيها تيبقى علمنا عالي، كان لازم احنا نموت. هو حب الوطن من يدفع بكل شهيد ان يضحي بدمائه بعيدا عن بيته، هو الوطن الغالي من يدفعنا لنكابر على جراحنا ونسمو عليها لاجله. لاخبار الدنيا ليندا المرقبي من قرية المشيرفة في جبلة. وفي محافظة طرطوس شيع السوريون جثمان الشهيد البطل المساعد أول محمد نديم ديب وسط أجواء من الاعتزاز بشهادته وتأكيدا من المواطنين بأن الأيادي المجرمة التي غدرت به وبرفاقه لن تستطيع الاستمرار في التخريب وستنال عقابها الذي تستحقه قريبا. والجدير بالذكر أن والد الشهيد رزق بمولودة في نفس اليوم الذي استشهد فيه ابنه وسماها سوريا. أجمل الأمهات التي انتظرت وعادت، عاد مستشهدا فبكى دمعتين. في قرية حمين التابعة لمحافظة طرطوس كان الموعد مع زفاف شهيدها البطل المساعد أول محمد ديب الذي اغتالته يد الغدر في جسر الشغور. أنا والد الشهيد وأقدم نفسي أنا وأخواتي وبلدي فداء عن سوريا الوطن. عرس محمد الذي لم يتحقق في حياته لم يكن عاديا، فقد زفته السماء عريسا لعروس اسمها سوريا، مهرها الدماء والتضحية والبذل والعطاء. أما الوطن فقابله الحب بالحب والعطاء بالعطاء
لأن الوطن يكبر بأبنائه المخلصين.